الخيار الأول أن نلقاه في هذا الخطاب الخشبي والخطاب الذي يصارع دون كيشوت واللي عبر على العجز على الإنجاز بتاع رئيس المنتهية ولايته بتاع المتأمرين وبتاع المجرمين وبتاع غيره، ولا لهم فرصة في التغيير الحقيقي، فرصة في التغيير الحقيقي عبر الذهاب إلى صندوق الاقتراع يوم 6 أكتوبر. هذه نقطة أولى حبيت نستهل بها هذه الندوة الصحفية. علاش عملنا الندوة الصحفية هذه؟ لأنكم أنتم تعرفوا إحنا بدينا في الزمن الانتخابي، وفي هذا الزمن الانتخابي هنالك عديد التجاوزات وعديد الانحرافات وعديد المخاطر التي تهدد هذا المسار. حبينا نحطوا الرأي العام بهذه المخاطر. أولا الانحرافات اللي حاصلة في المسار الانتخابي لحد الآن. الحاجة الأولى، الرئيس المنتهي ولايته وفريقه يحبوا يوريوا للتوانسة أن الحدث الرئيسي اليوم هو التحويل الميزاني، والانتخابات مسألة عابرة وما عندها حتى أهمية وما عندها حتى قيمة. طبعا أنتم تعرفوا لمسلسل التحويل الميزاني هذا، بدأ الحلقة الأولى بتحويل رئيس الحكومة، الحلقة الثانية بتحويل الحكومي اللي صار على مستوى الوزراء، والحلقة الثالثة الولاد، والحلقة الرابعة المعتمدين، ورجعنا من جديد إلى تقسيم الغنائم والعرق والمعروك على شكون يكون في البقعة دي وفي البقعة دي. وبالمناسبة هذه نحب نأكد اللي احنا قلنا في مناسبات عديدة، لا رجوع للوراء، ولكن هو هكا بقي يرجع بينا للوراء، ورجع بينا للوراء من الوراء. شوفوا التعيينات بركة تو تشوفوا الشعارات بتاع لا رجوع للوراء، هي مجرد شعارات فارغة ما عندها حتى مضمون. يكفي أنكم تتأكدوا وتثبتوا من التعيينات التي تمت في الفترة الأخيرة على مستوى الوزراء. إذا موضوع الشعار لا رجوع للوراء احنا اللي رافعينه، واحنا اللي نظلنا من أجل أن نعود إلى الوراء. ولكن في نفس الوقت أنا نحب نقول للتوانسة ما نرجعوش التالي، ولكن ما نبقاوش في نفس البقعة، ما نبقاوش 5 سنين واحنا نحكيو في نفس الحديث، ما نبقاوش 5 سنين واحنا عاجزين على الإنجاز. وبالتالي نحب نأكد أن موضوع التحويل الميزاني اللي يحبوا يهمونا من خلاله أنه المسؤول على الفشل اللي حصل طيلة السنوات الفارقة 5 سنوات هي الحكومات المتعاقبة. احنا منذ 5 سنوات تقريبا بدلنا 3 ولا 4 ما نعرفش قداش من رئيس حكومة، قداش بدلنا من فريق في الفريق الحكومي، وهذا دليل على أن الفشل يتحمل مسؤوليته الرئيس المنتهي ولايته اللي عجز باش يوجد فريق في قصر الكرتاج، والعجز باش يوجد فريق قار في قصر الحكومة. وبالتالي من يتحمل مسؤولية الفشل؟ لأنه يريد أن يقول للتونسيين والتونسيات أن الفشل الحاصل يتحمل مسؤوليته الفريق الحكومي. بالنسبة لنا نحن الفشل يتحمله الرئيس المنتهي ولايته. المسألة الثانية حاب نقوله من خلال هذا التحوير الميزاني أن 6 أكتوبر محسومة، وأن الموضوع منتهي، وأن رئيس الجمهورية فائز بهذه الانتخابات قبل أن تقع. أنا نحب نقول للتوانسة لا شيء محسوم، وإحنا نعرفه وهما يعرفوا مليح، يعرفوا الأرقام ويعرفوا حقيقة الأوضاع اليوم وحقيقة التوجهات بتاع التوانسة والماشية وحالة الفزع وحالة الاضطراب وحالة الخوف باقي يصير اليوم كله هو يثبت للتوانسة أنه ما ثم حتى شيء محسوم. فدعوة للتوانسة مرة أخرى للذهاب بقوة وبكثافة لصندوق الاقتراع من أجل التغيير ومن أجل الإنجاز. المسألة اللي بعدها، تعرفوا اليوم اللي ثم توظيف لأجهزة الدولة، وأحنا مش نكون واضحين في الموضوع هذا. التوظيف هذا يبدأ منذ أن أعلن الرئيس المنتهي ولايته ترشحه واستعمل أجهزة الدولة في لما انتقل للجنوب التونسي، ومواصل استعمال أجهزة الدولة. صفحة الرئاسة اللي هي تابعة مؤسسة رئاسة الجمهورية اليوم تقوم بحملة انتخابية سابقة لأوانها لرئيس الجمهورية. الزيارات اللي يقوم بها رئيس الجمهورية في هذه الفترة هي حملة انتخابية عاملين لها شوية مكياج بتاع يعني عمل رئاسي أو دور رئيس الجمهورية. واحنا بالمناسبة هذه مش مطولش عليكم، مش توجهوا للرئيس المنتهي ولايته، اختار واحد من اثنين، يا اما مرشح كيفنا كيفك واهبط معانا للناس وتنقل واعمل حملتك وفوض مسؤولياتك لمن تريد ان تفوض له مسؤولياتك، والا انسحب من هذا السباق الانتخابي. ما نجموش اليوم في هذه الظروف
رئيس جمهورية يستعمل في كل أجهزة الدولة وزيارات ليلية. وبالمناسبة نحب نسأل أهلنا في سيدي بوزير وأهلنا في كسرى وأهلنا اللي زاروا رئيس الجمهورية في الأيامات الأخيرة، شنو هو اللي تبدل قبل الزيارة وشنو هو اللي تبدل بعد الزيارة؟ شنو اللي تبدل؟ ما تبدل حتى شيء، هي مجرد حملات انتخابية سابقة لأوانها. والمقلق والسؤال الكبير، وين هيئة الانتخابات؟ أين هيئة الانتخابات من كل هذه التجاوزات التي تحصل؟ هيئة الانتخابات اللي قالت لنا اللي هي عندها الولاية الكاملة على الانتخابات، وين موجودة هذه؟ وين موجودة هيئة الانتخابات وقت التلفزة الوطنية اللي غالي مش موجودة اليوم زادة؟ توجهنا لها ونتسأل علاش التلفزة الوطنية مش موجودة؟ ولتغطي في نشاط مرشح واحد انتخابات رئاسية وكل البقية المترشحين ما تغطيهمش في نشاطاتهم، وين هيئة الانتخابات؟ وين الفصل 161 مكرر اللي رئيس الجمهورية يخرج يتهجم على المترشحين ويصفهم بأبشع النعود ويصفهم بالخيانة وغيره، واضطروا باش يسحبوه الفيديو اللي هبط في التلفزة الوطنية؟ وين هيئة الانتخابات؟ وين المسؤولين اليوم على هذه الانتخابات؟ جاوبونا شنو تحبوا بالضبط؟ تحبوا انتخابات ديمقراطية شفافة ويمشي الشعب يختار من يريده؟ أو تحبوا تغوروا على البلاد؟ راهو احنا ما لناش باش نقبلوا. بالنسبة لي أنا كزهير المغزاوي مرشح للانتخابات الرئاسية لن نقبل بهذه التجاوزات، ولن نقبل بأي واحد باش يعمل غورة على الانتخابات هذه. احنا مصرين على الصراع الديمقراطي، مصرين على أن الانتخابات هذه تكون شفافة ونزيهة، مصرين كذلك على أنه اللي يحب يتقدم الانتخابات يتفضل ينظرنا قدام التوانسة. إيجا قدام التوانسة ونتناظروا ونقدموا برامجنا، وكما قلت لهم سابقا يزيهم الحيلة وهاتوا الحصيلة، هاتوا حصيلة خمس سنوات، حصيلة خمس سنوات في التنمية، حصيلة خمس سنوات في الزيادة الوطنية، حصيلة خمس سنوات في التشغيل، حصيلة خمس سنوات فيما حدث في المناطق الداخلية، كل هذا ما صار حتى شيء، أعطينا حصيلة خمس سنوات في الماء اللي تمشي وتجي وتقص الماء وناس تقص في الماء، شنو اللي صار؟ رجع الماء لسوسة، رجع الماء للمناطق اللي كان مقصوص عليها، ما رجعش، فكل هذه الحيل لم تنطلي على شعبنا، وإحنا لما تقدمنا لهذه الانتخابات، تقدمنا باش نصلحوا الأوضاع هذه، تقدمنا باش نقولوا لشعبنا أمامك خيارين. هذا الخيار الفاشل لاستمر خمس سنوات بدون أي إنجاز، أو خيار المستقبل. خيار المستقبل اللي مثلوا احنا، خيار الإنجاز، خيار الديمقراطية الحقيقية، خيار اللي ما فيش تونسي يتظلم ويدخل الحبس هكاكا، خيار القضاء المستقل، خيار المرسوم 54 السيء الذكر اللي يلزم في أول الأشهر الأولى في الشهر الأول من تولينا رئاسة الجمهورية سيلغى المرسوم 54، سيلغى هذا المرسوم لأنه لم يطل فقط الصحفيين ولم يطل فقط السياسيين، بل طال شباب ليكتب كلمة على الحيط، شباب اللي كانوا يتظلموا مع فلسطين كل. فأحنا نحب نأكد اليوم اللي باقي يصير اليوم نوع من العبث ونوع من التخويف ونوع من الترهيب ونوع من أن لا يذهب التونسيون لصندوق الاقتراع. وإحنا نقول للتوانسة راهو مرة أخرى لا خيار لكم، إذا أردتم أن تغيروا عندنا زوز خيارات، نبقاو على حالة العبث الصايرة اليوم، نبقاو على الخطاب الخشبي اللي صاير اليوم بدون أي إنجاز يذكر. تحبوا تبقاو خمس سنين أخرين ما سالش، القهوة ب 40 دينار، الدجاج ما عادش موجود، اللحم ب 50 دينار، ولا كونفور التونسي كي يروح للدار ياخذ باكيت. تحبوا تستمروا على الأوضاع هذه تفضلوا وعاودوا اختاروا، تحبوا تخرجوا من الأوضاع هذه نحو المستقبل اختارونا احنا، لأن احنا نمثل المستقبل. احنا نقول لا رجوع للوراء مرة أخرى، ولكن لا وقوف في 25، احنا نحبوا نمشوا 26، نحبوا نمشوا للمستقبل، صحيح كنا مع 25، وأنتم والتوانسة اللي يسمعوا فينا كانت الأغلبية الساحقة تاعهم في 25، ونعرف أن الأغلبية الساحقة تاع التوانسة اليوم عايشين حالة إحباط وحالة ندم ربما، نحب نقول لهم هذه فرصة باش توجه لهم، ثم حتى مشكلة، ما ثم حتى مشكلة وما يلزمش تكون عندكم عقدة تاع ذنب. أنكم توسمتوا خير في واحد في إنسان وريتوا أنه ينجم يخرجكم الوضع اللي كنا عايشين فيه في العشر سنوات الأخيرة وهو ما كانش في المستوى. احنا كيدنا، أنا كنت في 25 وكنا مساندين وكنت في البرلمان وكنا في كتلة فيها 39 نائب، لما جات 25 كنا إلى الأمام وفرطنا في وكان عندنا الأكسيل كل شيء. ونحب نقول لكم حاجة أخرى، احنا بقينا سنة كاملة كنواب في المجلس الشعب، سنة كاملة لم نتقاضى أجرنا،
وعاد المنفذ يجينا وغيره ما تكلمناش علاش؟ لأن كنا نعتقد ثم فرصة حقيقية للخروج للإقلاع من الوضع اللي كنا عايشين فيه 10 سنوات الفارطة. ولكن حينما ترهب منظومة لنستبدلها بمنظومة أكثر سوء وبمنظومة تدور حول نفسها وبمنظومة لا تقدم شيء للتونسيين والتونسيات، وقتها قلنا باستا ستوب يزمنا نغيره، نقوله للتوانسة ما تيأسوش، ما تقنطوش، ما زاد ثم فرصة حقيقية أن نمشي نهار 6 أكتوبر وتختاروا المستقبل وتختاروا الإنجاز. ما زالت الفرصة موجودة عند التوانسة والتونسيين والتونسيات، هذا هو التغيير بصندوق الاقتراع، لأن التغيير السلمي هو احنا للناضل من أجل يتكرس في بلادنا تغيير سلمي ديمقراطي، ويتكرس في بلادنا التداول السلمي على السلطة، ويتكرس في بلادنا ويحكم حتى البلاد هذه إلا بصندوق الاقتراع. توا شنو نتعدى لنقطة أخرى. الحديث اليوم على سامحوني شوية باش نتحدث وباش نطمن الناس، فما أسئلة برشا يسروا فينا الناس فيها. موضوع الدستور، دستور 22 والدستور، أنا نحب نقول لكم حاجة بوضوح تام، أنا كزهير المغزاوي في رئاسة الجمهورية لن أقبل أن يكون لتونس دستور ما فيش سلطات. بوضوح تام، ما نقبلوش دستور الوظائف، ما نقبلوش بدستور فيه الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية لا يحاسب، كل المؤسسات تحاسب إلا رئيس الجمهورية في الدستور لا يحاسب. وبالتالي بمجرد فوزنا في الانتخابات سنعالج هذا الموضوع، وسنعالجه بتشاركية مع التونسيين والتونسيات، مع من يمثلون التونسيين والتونسيات من أحزاب ومنظمات وخبراء في القانون الدستوري، سنعالج كل الأوضاع المتعلقة بالدستور هذايا. المسألة الثانية ونرجع لها، موضوع المناظرة. احنا بلغنا اللي ثم محاولات للالتفاف على المناظرة، رغم ان المناظرة نصص عليها القانون في يعني هيئة الانتخابات نصت عليها. احنا بلغنا اللي ثم محاولات للالتفاف، وشو يحبوا يعملوا؟ ما نعملوش مناظرة ويجي كل مترشح نعملوا له حوار ساعة في وسائل الاعلام العمومية. احنا مش نقول لكم متورة وهذا مرفوض، ونحمل المسؤولية للقائمين على الاعلام العمومي، ونحمل المسؤولية لهيئة الانتخابات. المناظرة هو تقليد ديمقراطي في كل العالم، وتقليد ديمقراطي ولا في تونس زادة، واللي باش يترشح للانتخابات الرئيس المنتهي ولايته يقدم حصيلته للناس، واللي باش يترشحوا يقدموا وعودهم ويقدموا برامجهم للناس باش تصوت لهم. أما هذا الهروب من هذه المناظرة والهروب من أنك تواجه حصيلتك تلت 5 سنوات، هذا يرى لن نقبله. وبالتالي أنا أدعو الإخوة والأصدقاء الإعلاميين أنهم ما يخافوش. إحنا نعرف أن المرسوم 54 مسلط على الناس كل الناس، ولات خايفة لا تحكي جملة ماشي بقعتها من هنا ولا من غادي يتسلط عليها القانون هذايا. أنا نقول للأصدقاء الصحفيين اخدموا على رواحكم، إحنا معاكم، وراه مكان الصحافي مش الحبس، مكان الصحافي هو التلفزة، ومكان الصحافي الراديون، ومكان الصحافي غرفة الأخبار، ومكان الصحافي الآن قبل 40 يوم على الانتخابات، مكان الصحفيين في البلاتوات، وراه ثم فضاء عمومي اليوم فيه نقاش حول هذه الانتخابات، اللي هو يحب يحول اليوم هذا الفضاء العمومي لمجرد الحديث على تحويل وزاري، وهذا مشى وهذا جاء. تحويل وزاري ما هوش عاش التوانسة، تحويل وزاري أول وتحويل وزاري ثاني وتحويل وزاري ثالث، ماذا تغير؟ لم يتغير شيء، بل أثبت مرة أخرى أن الرئيس المنتهي ولايته لا يحسن الاختيار. احنا ماشيين للتوانسة باش نقدموا لهم فريق بتاع عمل. ماشي للتوانسة مش تخدم على الكفاءات، كل الكفاءات التونسية بدون استثناء، مش الكفاءات اللي يقربون لنا ايديولوجيا ولا اللي يقربون لنا حزبيا، لأن احنا متأكدين أن تونس هذه معبية بالكفاءات، وراه بشكل تونسي نجم يحلوها كي نلموا التوانسة مع بعضنا الناس كل، ونتقدموا بالقانون، ونتقدموا بالكفاءات، ونتقدموا بالبرامج باش تخرج من الوضع اللي موجودة فيه، باش تخرج تونس من الوضع اللي موجودة فيه اليوم. ما نجموش نقبلوا أن تستمر الأوضاع على ما عليه، ما نجموش نقبلوا الرئيس المنتهي ولايته يحب يختزل تونس، كل تونس بتاريخها بقواها السياسية بتضحياتها بشهدائها باللي تسجنوا في السجون، يحب يختزلها في نفسه وكل الناس وكلها برا خارج الموضوع. فأنا نحب نأكد اللي احنا في رئاسة الجمهورية سنعالج موضوع الدستور، سنعالج المرسوم 54، سنعالج موضوع المحكمة الدستورية. بالله علاش ما تمش محكمة دستورية؟ علاش ما تمش محكمة دستورية؟ نحب نتساءل. احنا كنا نناضلوا وكنا نتسألوا
قبل قبل 25 جويلية وقبل دستور 22 وقت كنا في البرلمان كنا نسارع من أجل أن توجد محكمة دستورية في البلاد، ولكن الأغلبية وقتها ما كانش عندها رغبة باش توجد المحكمة الدستورية، فقلنا هي جات فرصة باش نعمل محكمة دستورية. فجاءت الأقلية اليوم اللي من ممثلة في رئيس المنتهي الولايات اللي هو زاد ما عندوش رغبة باش تكون محكمة دستورية. قبل المحكمة الدستورية تتعامل بالثلثين من البرلمان، يصوت لها البرلمان المحكمة معينة بالصيفة المحكمة الدستورية. علاش ما توجدتش المحكمة الدستورية؟ علاش ما توجدتش المحكمة الدستورية في حين أن الدستور يقول في حالة الشهور في رئاسة الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية هو اللي يتولى تسيير البلاد؟ علاش ما توجدتش المحكمة الدستورية؟ يحب يجاوبني هو ولا يجاوبوني التوانسة علاش ما توجدتش المحكمة الدستورية؟ يحب يجاوبني هو ويجاوبوني التوانسة الحديث عن العاملات الفلاحيات والرشاوي الانتخابية اللي هبطت من هذا الدوما. مش حاب نقول لكم حاجة صغيرة برشا. العاملات الفلاحيات اللي كلها عيد مرأة يمشي رئيس الجمهورية يعنق ويبوس ويبكي على العاملات الفلاحية، ها ثم قانون، ثم قانون صادق عليه مجلس النواب في 11 جوان 2019. القانون هذا يرجعوا له، القانون هذا عدد 51 لسنة 2019 مؤرخ في 11 جوان 2019، يتعلق بإحداث صنف نقل العمل الفلاحيين. طبق القانون مش شعبويات وخطابات جوفاء، هاو ثم قانون طبقوا. علاش ما طبقتوش؟ علاش ما طبقتش قانون 38؟ وقلت للتوانسة وقلت للشباب المعطل العمل هذا عبث وهذه شعبوية، شنو هو البديل اللي قدمته له؟ ما هو البديل الذي قدمته لهؤلاء الشباب؟ وينهم الدكاترة المعطلين العمل واللي زرتهم واللي وعدتوا باش تحقق لهم مطالبهم؟ شنو تحقق؟ لم يتحقق شيء. وين عمال الحظائر اللي ثم قانون موجود والى حد الان لم يطبق؟ وين الشعارات الكبيرة؟ وين السيادة الوطنية؟ وقت اللي تمشي تعمل اتفاقية مع الطلايب حتى توسم يعرفها، وين السيادة الوطنية؟ وقت اللي نهزوا قانون تجريم التطبيع تلتف عليه أنت ورئيس البرلمان ولا يمر هذا القانون؟ وين السيادة الوطنية؟ وقت نشوفوا موضوع الزوارق اللي صار مرة أخرى واللي شروهم باش يحميوا الحدود وغيرها، وين السيادة الوطنية من كل هذا؟ والشعارات الموضوع ليست شعارات. وين الإنجاز؟ ماذا حققت للتونسيين؟ نسبة نمو 0.6%، نسبة بطالة وصلت 16%، نسبة الفقر اليوم في تونس تقريبا 33%. احنا عملنا أرقام تقول اللي أكثر من 36% من التوانسة اليوم بداوا يشعروا أنهم مش قادرين يحققوا الحد الأدنى باش يعيشوا بيه، باش يأمنوا قوتهم اليومي. وين هذا كله؟ أين الإنجازات؟ شنو تحب تمشي تترشح من جديد بنفس الحكاية بالترهيب؟ لن نخاف، احنا ما نخافوش. والحرية للتوانسة ما هيش هبة من قيس سعيد، ما هيش هبة من حتى حد. الحرية للتوانسة جت بدم الشهداء، جت بتضحيات شباب تونس، وجت بتضحيات شعب تونس وبالشهداء الذين سقطوا. وراو على فكرة يسمو يعرف اللي كان يعرفش، تضحيات ما بدتش بعد 2011، تضحيات اللي بدات من 56 وناس الضحي، عائلات سياسية دخلت الحبوسات، عائلات سياسية ضحات، كل العائلات السياسية في تونس. لا يمكن أن يختزل هذا التاريخ الكبير، تاريخ تونس الكبير، تونس الكبيرة اللي نحن به الناس كل يختزل هذا في قيس سعيد. وهذه عملت أي عملت 25 جويلة، أي عملوها الشعب 25 جويلة زاد، شعب خرج في الشارع، والشعب لأنه 10 سنين ما تحقق له حد شيء، والشعب حلم حلمة معاك، لكن الحلمة اللي حلمها معاك الشعب له رجعته للحضيض، رجعته للأحبار. لأنه شعب الحلم دي كان يعتقد أنه سينتقل من الديمقراطية الفاسدة إلى الديمقراطية الحقيقية، سينتقل من عدم الإنجاز والعرك اللي كان موجود على السلطة والمعروك وكذا إلى الإنجاز الحقيقي، إلى تحقيق انتظارات التونسيين والتونسيات في الصحة العمومية، في التعليم العمومي، في التشغيل، في غيره في غيره في غيره. لكن ماذا حدث؟ صبروا عليك الناس، 5 سنين وإحنا ننتظروا، 5 سنين وشعبنا ينتظر، 5 سنين وقوى سياسية لساندر تنتظر باش تتحقق مكاسب، ولكن لم يتحقق اي شيء. فانا حبيت نقول اليوم في الصحفي هذه، احنا في مسار انتخابي تحف به مخاطر عديده، تحف به مخاطر عديده. فيه احد المترشحين يريد ان يعمل سباق مع روحه، يحب يوظف كل اجهزه الدوله ليفوز علينا في هذه الانتخابات، يحب يقنع التوانسة ان الموضوع تعتقدوا ان المساله محسومه، وما تعتقدوش ان الكلام تاع الفيسبوك 70% معاه و80% معاه، ما ثم حتى حد معاه، ما ثم حتى حد.
وأثبتت المحطات السابقة الكل هذه الحقيقة. أثبتت الانتخابات التشريعية اللي مشوا 11%، وأثبتت الانتخابات المجالس المحلية اللي مشوا 12 ولا 11% رغم الدعوات، وأثبتت الاستشارة قديش مشوا الواحد، وأثبتت الاستشارة التربوية ولا على موضوع التربية قديش مشوا الواحد. دونك لا تخافوا، عندكم فرصة، ما تضيعوش فرصة بنيتكم. يا إما تختاروا هذا الخراب اللي متواصل، وهذا الحديث الذي لا يقدم أي شيء، وهذا التخويل وتقسيم التوانسة، ولو التوانسة لهم 10% بهين والبقية كلهم مش صادقين، ما هم مش مخلصين. احنا نحبوك لموكم، احنا يا اما تختاروا هذا ولا تختاروا هذا باش نلبوا التوانسة على الحلم الكبير اللي حملناه الناس الكل من 17 ديسمبر 14 جانفي والى حد الان نحن به، رغم اللي نعرفوا باش التوانسة بداوا يقضوا، بداوا يفدوا، بداوا محطين، بداوا يحبوا يهجوا البلاد هذيا، فهمني هذا كله فاهمينه ومتفاهمينه، ولكن احنا اليوم باش نعطيهم جرعة أمل للتوانسة. باش يقولوا رانا مع بعضنا كي نتلموا نجموا نحققوا ما يمكن تحقيقه مع بعضنا. راهي البلاد هذه فيها كل الخيرات، تحتاج اداره، تحتاج عقل، تحتاج فريق، تحتاج هدوء، تحتاج حوار، تحتاج تواصل، تحتاج تطبيق القانون، تحتاج تطبق القانون على من اجرم، اللي اجرم يطبق عليه القانون، تحتاج انه ما يدخلش حتى واحد الحبس على خاطر رايه، على خاطر هو مختلف معايا ولا مختلف مع الرئيس، اللي يدخل حبس هو المتورط في جرائم الارهاب، اللي يدخل حبس هو المتورط في جرائم الاغتيالات السياسيه، اللي يدخل حبس هو المتورط في نهب المال العام، هذا ما يدخل حبس. في الاخر انا حبيت نقول لكم حاجه بسيطه، في الاخر حاجه بسيطه، مش هذه تونس احنا نحبها، مش هذه تونس اللي تحل فيها شنطي 5 سنين تعملها بالمنزل وما تسكرش لحد الان، وخمسه زيارات ولا قداش من زياره تلعب بالمنزل وباش نعملوا ملعب المنزل وغيره، مش هذه تونس. ما نحبوش تونس اللي تتحل فيها المرمى ما تسكرش، نحبوا تونس اللي نحلوا فيها المرمى ونسكروها بسرعه وننجزوا بسرعه، نحبوا تونس لشبابها وقواها وبتقاعديها ومحاميها وسلفتها وكلهم وعمالها وفلاحيها مع بعضنا، وبنات كل الدول وكلمه بنات كل الامم بقوتها وبنات اقتصادها. نحبوا تونس اللي علاقاتها متنوعه وعلاقاتها تستغل الفرص اللي موجوده في العالم اليوم، ثم فرص عديده موجوده في العالم، هذه تونس نحبها. ما نحبوش تونس تاع الغوغاء، ما نحبوش تونس تاع التخويل، ما نحبوش تونس تاع السب، ما نحبوش تونس تاع الرعب، ما نحبوش تونس تاع التقسيم، ما نحبوش هذا، ما نحبوهاش. اذا كان تحبوا هذايا اختاروه، تحبوا المستقبل اختارونا، ولكم سديد النظر، ولكم فرصه حقيقيه في ان نغير. يا توانسة ردوا بالكم وتفكروا أن نغيروا بطرق غير الطرق الديمقراطية السلمية، لأن الطرق غير الديمقراطية والسلمية دائما كلفتها غالية. احنا نحبوا نغيروا بالطرق السلمية وبالطرق الديمقراطية، وراه كما غيرنا قبل مع بعضنا نجموا نغيروا ونذهب معا إلى المستقبل. وشكرا لكم. خولة بكريم رئيس تحرير موقع تونس ميديا، تحدثت سي زهير على تجاوزات ارتكبها رئيس الدولة المنتهية ولايته المتمثلة في استغلال الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية وموارد الدولة للقيام بحملة الانتخابات. حملت المسؤولية حاليا شفويا لهيئة الانتخابات، نحب نعرف هل تحميل مسؤولية هذا باش يكون بشكل مكتوب؟ فما مراسلات لهيئة الانتخابات، فما قضايا، فما مراسلات الإعلام العمومي أيضا حملتوه مسؤولية ولا فقط هو استنكار لهذا الفعل؟ سؤالي الثاني، تحدثت على دستور 14 ودستور 22، مانيش نغوص في برنامج الانتخابي لأنه مازالت ما بداتش الحملة الانتخابية، فقط سؤال، هل سيتم اعتماد دستور 14 كمنطلق في حال فزتم في الانتخابات الرئاسية؟ وشكرا. الواضح من خلال الخطاب اليوم انه تم علو السقف الحده بينكم وبين رئيس الجمهوريه اليوم. بقيه المترشحين ثم من تم منعه، من تم اسقاطه، من هو امام المحاكم حتى من قبل ترشحه. بالنسبه لكم انتم اليوم كحركه الشعب وكملف مقبول للترشح، كنا نعرفوا ان تم اليوم تضييقات امنيه، تم اليوم قضايا، تم اي شيء من هذا الجانب. شكرا.
خاطر هي فرصة باش أنا في النقاط اللي نحكي عليها نذكر في البيع صح موضوع التجاوزات صح احنا هبطنا البلاغ في الأسبوع الفارط على التجاوزات اللي صارت لنا في المستير. احنا كنا باش نعمل اجتماع حزبي في المستير الحزب كان باش يعمل اجتماع. أنا على فكرة ما عادش أمين عام حركة الشعب لأني أنا مقدم نفسي اليوم مرشح لكل التونسيين والتونسيات. حركة الشعب كانت تعتزم القيام بندوة سياسية في مدينة المنستير كما الندوات اللي عقدناها في قفصة في جندوبة في جابس في بنين. احنا عقدنا جملة من الندوات في الأسبوع في الفترة القادمة في المستير. يعني شنو اللي صار؟ رغم احنا سمعنا أحد المتحدثين باسم ولاية المستير خرج ويكذب في اللي قلناه. هو الموضوع مش المنع تعرفوه طرق المنع الجديدة يعني. يعني احنا نمشيو لمحل مقر يعني نزل او غيره نكريو القاعة نوصلوا الترخيص يعني الاعلام بتو الاعلام السلطة المحلية ونحضروا في رواحنا. في اخر لحظة يتصل بينا اللي يكرينا منه المحل يقول لا راني ما نجمش راني ما بطلت من الكراهة ذاك. وصارت لنا مش كان في المستير صارت لنا في قفصة صارت لنا في برشا بلايص. ولكن زادنا في نفس الوقت احنا في قفصة في مدين ما صارت لنا حتى مشكلة في جابس ما صارت لنا حتى مشكلة ولكن التضييقات هذه تتم. وعلى ذكر المترشحين الاخرين انا نحب نحيي المحكمة الإدارية وان شاء الله وانا نتمنى كمرشح ان يعودوا كل الذين قدموا ملفاتهم من اجل الانتخاب لان احنا شنو نحبوا؟ نحبوا انتخابات ديمقراطية نحبوا كل العائلات السياسية تشارك في الانتخابات هذه نحبوا نوفروا أكثر ما يمكن من اختيار شعبنا. احنا عندنا ثقة في أنفسنا عندنا ثقة في برنامجنا عندنا ثقة في شعبنا. وبالمناسبة هذه نحب نحيي أنا تحية كبيرة لكل الشباب اللي التحق بينا لكل الأطراف اللي عبرت على رغبتها أن تكون معنا في الحملة الانتخابية من أصدقاء من أحزاب من شباب في كل المجالات تشوفوه في الأيام القادمة الناس هذوما موجودين معنا في الحملة الانتخابية. ولكن أمام طه أنا نحب نأكد مرة أخرى اللي إحنا مع تحيتنا للمحكمة الإدارية إن شاء الله قدوة في التصريح بالحكم يلتحقوا بقية الذين تم منعهم من هذه الترشحات. بالنسبة للتجاوزات اللي رصدناها إحنا ما اكتفيناش بالحديث هذايا إحنا عاينا هذه التجاوزات وسنتوجه يعني باش نقوموا بكل الاجراءات القانونيه ضد التجاوزات هذه. احنا ما نقبلوش من اي طرف. احنا ما نقبلوش على روحنا باش نتجاوزوا القانون. احنا ما نتجاوزوش القانون. احنا ماناش بتاع الخارج. احنا ماناش بتاع الغرف المغلقه. احنا ماناش بتاع الغرف المظلمه. احنا في النور موجودين نخدموا مع